دكتور ياسر، حضرتك كنت عايز تتكلم في حاجة سريعة عن التفتيش. استكمل بس الكلام بتاع عملية عشان عايزين نصر ناخد والجزيرة. برضه بين الأستاذ ربيع عطية. عايز أقول لك إنه معايا صورة من قرار وزارة الشباب والرياضة اللي موقعه الأستاذ محمد سويلم نعم، وكيل الوزارة، وهقرأ بس 3 سطور في القرار. الوزارة إيه؟ النادي بمدينة نصر لا يعتبر فرع من فروع الأهلي، وليست له لائحة خاصة، بل هو والنادي الأهلي بالجزيرة واحد، حيث أن أعضاؤه لهم حق حضور الجمعيات العمومية والتصويت في انتخابات النادي، وكذلك الترشح لمجلس الإدارة، وتحكم اللائحة الداخلية الخاصة بالنادي الأصلي والمعتمدة من الجهات المعنية. يعني عشان ما حدش بعد كده يجي يقول لا ده مدينة نصر فرع، لا، مديرية الشباب والرياضة بنفسها بتقول بتتحدث عن النادي. مدينة نصر مقر رسمي للنادي الأهلي، بمعنى أنه النادي الأهلي يقدر يعقد اجتماعاته، مجلس الإدارة يقدر يعقد اجتماعاته في الجزيرة أو مدينة نصر، يقدر يعمل انتخاباته في الجزيرة أو مدينة نصر، يقدر يعمل جمعياته العمومية العادية أو غير العادية في الجزيرة ومدينة نصر. أنا محترم جدا كل الناس اللي نشأت وكبرت وترعرعت في النادي الأهلي على انه الجزيره، محترم جدا هذا الارتباط العاطفي. يعني انت عارف ايه، انه ساعات الانسان يرتبط ببيته القديم، بمدرسته القديمه، ما يحبش. يعني احنا كنا كلنا ساعات بنرفض تطوير استاد القاهره، ده الاستاد اللي احنا كنا كلنا بنشوف فيه منتخبنا بيوصل لكاس العالم كده. عايز اقول لك بقى كابتن صالح سليم، اتفضل سريعا بس حضرتك الموضوع عشان بيان الاستاذ رجاء. ده حوار انا عملته مع الكابتن صالح سليم سنه 1992 بعد اعاده انتخابه رئيسا للنادي الاهلي. فقال ايه؟ انا ارفض تماما حكايه اهلي الجزيره واهلي مدينه نصر، وفي المستقبل اهلي مدينه 6 اكتوبر. الكلام ده من 25 سنه. 25 سنه. حين نبدا في بناء الارض التي اشتريناها هناك، ولن يكون هناك إلا نادي واحد اسمه النادي الأهلي، وكل من دفع رسم تأسيس وأصبح عضوا في أهل مدينة نصر أصبح من حقه أن يذهب أيضا إلى أهل الجزيرة، وعليه نفس الواجبات والالتزامات، وله نفس الحقوق والامتيازات. الأهلي نادي يملكه ويحبه كل أعضائه. يعني ما فيش تفتيت دكتور ياسر بمنتهى الشفافية والوضوح. طيب الأستاذ رجاء عطية عمل بيان عن جمعية النادي الأهلي، وبيذكر فيه أرجو أن يكون واضحا أننا لن نجتمع لانتخاب زيد أو عبيد، وإنما فقط لإقرار لائحتنا الخاصة وتوفيت فرصة تطبيق الإرشادية التي تضر بنادينا ضررا بالغا. لم يسمح لنا القانون سوى بإقرار اللائحة ككل أو رفضها ككل. إقرارنا لائحتنا لا يمنعنا مستقبلا من التعديل فيها. لم يعد هناك مجال الآن لمناقشة هل تكون الجمعية على يومين. قرر نادينا أن تكون على يومين، وهو قرار لا يخالف القانون. علينا جميعا الذهاب يومي 25 و26. أذكر نفسي وأذكر جميع هذه لحظة فارقة ولا مجال فيها للخلاف، وسوف نحمل المسؤولية أمام التاريخ لو أخفقنا. أتمنى من الله ومنكم أن نذهب جميعا ونقر لائحتنا. تعقيب حضرتك على هذا التصريح. حينما أصدر المستشار أو الأستاذ رجاء عطية، وهو رجل القانون والمحامي القدير والكبير قيمة وقامة، منذ أيام قليلة ببيان بيقول أنه هو يعلم بالعراقيل التي تضعها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في تاريخ النادي الأهلي، لكنه ينصح بتفادي هذه العراقيل وإقامة الجمعية العمومية في يوم واحد. دكتور ياسر، يعني الوقت مع حضرتك. لا ده أنا هقول لك بس اتفضل. فطلع كل الناس أشادوا بحكمة رجاء عطية، اللي هو الناس اللي ضد المجلس، وبما فيهم صديقي الوزير، وأشادوا برجاء عطية وطلبوا الجميع بالاستجابة لما يطلبه رجاء عطية، وقالوا المجلس محمود طاهر يجب أن تصغي لصوت العقل اللي هو صوت رجاء عطية. طب الأستاذ رجاء عطية النهاردة بيقول أنه ممكن أنه من حق الأهلي قانون، وليس هناك ما يمنع قانون أن يقيم الأهلي جمعيته على يومين. فأرجو ألا يصبح رجاء عطية ليس بنفس الصفات التي قيلت منذ أيام قليلة، ويسحب عنه كل أوسمة الشرف والتقدير لمجرد أنه هو قال كلمة حق وكلمة شكر وكلمة اعتزاز بالنادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي.
دكتور ياسر، الوقت بيداهمنا مع حضرتك ودايما بنتمنى ان يكون عندنا وقت، ولكن انا هاخد من حضرتك وعد على الهوا ان حضرتك تكون ضيف معايا بشكل يعني مستمر ان شاء الله. في قناه الاهلي دي بيتنا يعني وعلم الاهلي، وانك تقعد تخاطب جمهور الاهلي وامامك علم الاهلي دي متعه في حد ذاتها يعني. دكتور ياسر اشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله تكون معانا في الفتره القادمه، وان شاء الله التوفيق في الجمعيه العموميه يوم 25 و26 باذن الله. ان شاء الله. ده كانت اخر حاجه في حوار النهارده مع حضراتكم. كان معانا ضيف تقيل دكتور ياسر ايوب رئيس المنظومه الاعلاميه في النادي الاهلي، واستوفد في كل القضايا الراهنه في الوقت الحالي. دايما استاد الاهلي هتلاقوا معانا كل ما يخص النادي الاهلي في كل المجالات، الكوره وفي الاداره وفي كل شيء. حتى ان القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.